طيب تعالوا دلوقتي نتكلم مع بعض شوية في جمل الطباعة، ولو أنا عاوز أطبع حاجة لليوزر ممكن أطبعها له بشكل مختلف إزاي، ممكن أطبع في سطر واحد، أطبع في سطرين وهكذا. طيب إحنا اتفقنا مع بعض من السيشن اللي فاتت أو من آخر جزئية في الفيديو اللي فات إن أنا لو عاوز أطبع حاجة لليوزر بستخدم الستيتمنت اللي اسمها برنتلين. طب أنا عندي البرنتلين وزي ما أنتم شايفين عندي حاجة كمان اسمها برنت، إيه الفرق ما بين الاتنين؟ لو أنا قلت له أنت عندك البرنت وفتحت دبل كوتيشن كده بعد القوسين وقلت له اطبع لي أي حاجة، لو قلت له مثلا هلو كوتلين، لو انا جيت عملت رن هيظهر لي هالو كوتلين، بيرن دلوقتي وهيطلع تحت هالو كوتلين مفيش اي حاجه. طب ايه الفرق ما بين برنت وبرنتلين؟ لما الاثنين كانوا بيعملوا نفس الحاجه، طب ايه رايكم لو انا بس قلت له ال ان بعد برنت بس وعلى نفس الكود هو هو، رحت عملت رن، ركزوا دلوقتي وشوفوا ايه الفرق ما بين الاثنين. لو انا جيت عملت رن دلوقتي كمان مره هي طبعا هلو كوتلين برضه مفيش فرق، لا ده الفرق دلوقتي ان هو حط لي سطر فاضي هنا، السطر ده ما فيهوش حتى حرف، ما فيهوش مسافه، ما فيهوش اي حاجه خالص. اه يبقى انا دلوقتي فهمت ان البرنت بتطبع الحاجه بتفضل في نفس السطر، اما برنتلين بتطبع الحاجه وبتنزل في سطر تاني. لذلك لو انا خدت دي كوبي كده كذا مره وحطيتها تحت وعملت رن هلاقي طبع لي هلو كوتلين ثلاث مرات تحت بعض وساب لي سطر فاضي قبل ما يقول لي البروسيس فينيشد. زي ما انتم شايفين دلوقتي اهو هلو كوتلين ثلاث مرات وسطر فاضي وبعدين قال لي بروسيس فينيشد. طب لو انا كنت طابعهم الثلاثه بالبرنت بس مش بالبرنتلين نفس الكود اهو، لو انا عملت رن دلوقتي يا شباب طبعا متوقعين الاجابه ان هم كلهم هيبقوا في نفس السطر حتى ما فيش مسافات، زي ما انتم شايفين اهو هلو كوتلين بعد الان مباشره، هلو كوتلين بعد الان مباشره، هلو كوتلين وما نزلش سطر فاضي قبل البروسيس فينش. يبقى دلوقتي البرنت بتطبع وتفضل في نفس السطر، اما البرنتلين بتطبع وبتنزل بعد كده سطر. طيب لو انا دلوقتي يا شباب عاوز اطبع باستخدام، لو انا رجعت تاني لحكايه البرنتلين دي، لو انا عاوز اطبع هالو كوتلين في ثلاث سطور تحت بعض لكن باستخدام برنتلين واحده بس، انا مش محتاج ان انا اعمل الثلاثه دول يا شباب، بقى انا مش عاوز كل شويه اكتب برنتلين هالو كوتلين هتلاقي هالو كوتلين، لا انا عاوز مره واحده بس لكن اكتب جواها ثلاث سطور هالو كوتلين. طب الكلام ده انا ممكن اعمله ازاي يا شباب؟ ممكن اجي هنا اقول له هالو كوتلين مسافه باك سلاش ان واقول له هالو كوتلين مسافه باك سلاش ان هالو كوتلين. طيب ايه باك سلاش ان اللي احنا عملناها دي يا شباب؟ الباك سلاش ان، وخلي بالنا احنا قلنا باك سلاش مش سلاش، سلاش دي اللي هي علامه على، لا احنا بنتكلم في الباك سلاش دي معناها اعمل لي نيو لاين، انزل سطر جديد. طيب تعالوا كده نرن ونشوف هل الكود اللي احنا عملناه ده هيعمل لنا الغرض اللي احنا عاوزينه ولا لا. عملنا رن وفعلا طبع لي هلو كوتلين وبعدين ساب مسافه ونزل سطر وساب مسافه طبع هلو كوتلين، لانه بعد ما نزل سطر ساب مسافه اهو وعمل هلو كوتلين وبعدين ساب مسافه ثاني اللي هي موجوده هنا اهي بعد الان وبعدين نزل ساب مسافه وعمل هالو كوتلين، وبعد لما خلص ده كله قال لك انا كنت شغال بالبرنت لين اصلا فراح نازل سطر فاضي وبعدين قال لك البروسيس فينيش. طيب عندي حل تاني يا شباب، وهو لو انا مثلا عاوز اطبع حاجه بس الحاجه دي كبيره جدا مش عاوزها تبقى في سطر واحد وكل شويه باك سلاش ان باك سلاش ان، لا ده انا عاوز اطبع مثلا مقاله او باراجراف مثلا مره واحده. طب الكلام ده هيتم ازاي يا شباب؟ انا طبعا عاوزه يتكتبه في اكتر من سطر. طب لو احنا جينا بصينا دلوقتي يا شباب، تعالوا نشيل الكلام ده من هنا، لو انا قلت له دلوقتي برنتلين وعملت له دبل كوتيشن مره ورحت عاملها كمان مره، زي ما انتم شايفين كده انا ضغطت على زرار الدبل كوتيشن مرتين بس، لو انتم شايفين دلوقتي هو حاطط لي ثلاثه دبل كوتيشن على الشمال ومسافه وثلاثه دبل كوتيشن على اليمين، انا حاطط المسافه دلوقتي. طب لو انا جيت كتبت اي حاجه دلوقتي يا شباب، انا هشيل المسافه دي بس واكتب له كده مثلا كلمه هالو وبعدين بصوا كده انا هضغط انتر، اول لما ضغطت انتر يا شباب راح اعمل لي علامه الاور دي او العمود الواقف ده، وبعدين عمل لك ايه حاجه اسمها دوت تريم مارجن، انا مش عاوز التريم مارجن دلوقتي انا همسحها، يبقى كل اللي انا عملته لحد دلوقتي يا شباب ان انا قلت له عندك هالو ونزلت سطر فهو عمل لي العلامه دي، هكتب بعدها او هشيلها مثلا واكتب بعدها اي حاجه اقول له مثلا هالو كوتلين وانزل سطر مثلا اقول له ويلكم ان وانزل سطر اقول له بروجرام مثلا. طيب يبقى اللي انا عملته لحد دلوقتي يا شباب فتحت ثلاثه دبل كوتيشن، كتبت كل كلمه في سطر وبعدين رحت قافل الدبل كوتيشن، ده كله جوه الستمنت اللي اسمها برنتلين. لو انا جيت عملت رن دلوقتي يا شباب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل، بصوا كده معايا طبع لي هالو وكوتلين ويلكم ان وبروجرامنج كل واحده في سطر زي ما انا عاملها هنا، لكن زي ما انتم شايفين انا عندي هنا المسافات اللي قبل كوتلين وعندك ويلكم وعندك المسافات اللي قبل برضه بروجرامنج وفي مسافات هنا تحت كمان.
طيب انا دلوقتي مش محتاج اصلا المسافات اللي موجوده هنا دي، اعمل ايه؟ هنرجع تاني اللي احنا كنا بنعمله. بصوا كده، لو انا عملتها من الاول خالص، ادي عندي البرنت لين بيكون شكلها عامل كده في الاول خالص. لو انا جيت جواها وقلت له روح افتح لي دبل كوتيشن، عملتها مره، رحت عامل كمان مره دبل كوتيشن، فقال لي دلوقتي انت عندك ايه، 6 دبل كوتيشن زي ما انت شايف، او 3 شمال و3 يمين، انا هبدا ان انا اكتب ما بينهم. طب انا محتاج دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ هقول له دلوقتي روح اكتب لي كده هلو. شوفوا كده، اول لما اضغط انتر ايه اللي هيحصل؟ راح جايب لي علامه الاور دي، وبعدين قال لك تريم مارجن، دي اللي انا شلتها المره اللي فاتت. تعالوا نكتب الكود بعد الاور دي، وبعدين نبقى نكمل ونشوف ايه حكايه التريم مارجن. لو انا قلت له هنا كوتلين، ورحت نازل سطر كمان ضغط انتر، فراح نازل لي هنا. لو قلت له مثلا ويلكم، ورحت نازل سطر واقول له تو بروجرام مثلا. لو انا دلوقتي عملت ران يا شباب، بصوا دلوقتي كده ولاحظوا معايا ايه اللي هيحصل. راح جابهم لي كلهم مع بعض كده تحت بعض مره واحده. طب ايه السبب في الموضوع ده؟ ده حكايه التريم مارجن. التريم مارجن يا شباب معناها ان انا بمسح المسافات اللي في الاول. المارجن معناها اصلا الحدود الخارجيه، يعني من الاخر المسافات اللي على اليمين وعلى الشمال. انا لما بقوله تريم اعملها تريم، يعني شيلها لي خالص. يبقى تريم مارجن بعد لما بضيفها لاي نص، احنا بالنسبه لنا ده كله كده على بعضه يا شباب، من اول الدبل كوتيشن ده لحد الدوت دي، ده كله تكست او نص محتاج ان انا اطبعه لليوزر. انا بعد لما بحوطه كله على بعضه كده واقول له دوت تريم مارجن، يعني بقول له التكست ده روح شيل لي الحدود الخارجيه بتاعته اللي هي بالنسبه لي المسافات يعني. طيب ايه حكايه الاور، علامه الاور اللي موجوده هنا دي؟ ايه حكايه العمود اللي واقف اللي هنا ده؟ ده يا شباب لو انا شلته من هنا على نفس الكود هو هو، وقلت له تريم مارجن، هنبص نلاقيه ولا في اي حاجه خالص، هو نفس الكود اللي ران في المره اللي فاتت. يبقى ده العمود ده مهم جدا، هو دليل للكومبايلر يعني ان ده بدايه السطر الجديد يعني يا شباب، تمام؟ فمحتاجين ان احنا نسيبه زي ما هو، ولا هيشكل معانا اي خطوره ولا اي حاجه خالص. طيب لو انا شلت دوت تريم مارجن وسايب انا الحاجات دي زي ما هي، هنبص نلاقيه طبيعي لحتى علامه الاور اللي واقفه دي. تعالوا كده نشوفها مع بعض، شايفين دلوقتي الرن عامل ازاي؟ هنبص هنلاقيه مزود كمان علامه الاور اللي واقفه هنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا بالنسبه لي وانا بعمل كده، العلامه دي معناها ان ده بدايه السطر الجديد اللي هو هيبدا ان هو يعمل عنه، تمام؟ طيب لو انا قلت له بعد الكلام ده كله تريم مارجن، هيبدا ان هو يشيل كل المسافات اللي في الاول وبما فيها العلامه اللي بتدل على اول السطر. طب لو انا شلت اصلا العلامه دي خالص زي ما احنا شايفين كده، وجيت عملت ران، ده اللي احنا كنا عملناه في الاول، في اول مره خالص، هينزل عادي كل واحد هينزل سطر، لكن هيبعد مسافات في اول سطر زي ما احنا شايفين كده. طيب ده كده لو انا عاوز اطبع نصوص يا شباب، سواء كان في سطر واحد او اكتر من سطر وهكذا. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. لو انا قلت له انت عندك الميثود اسمها برنتلين، لو ضغطت بس كنترول مسطره، زرارين مع بعض، زرار كنترول وزرار مسطره، قال لك انت عندك برنتلين قوسين فاضيين، عندك برنتلين بتاخد منك حاجه اسمها انت، بتاخد منك حاجه اسمها بايت، بتاخد منك حاجه اسمها تشار. افهم كده يا شباب، افهم ان اي حاجه هبصيها هنا للبرنتلين هتطبع زي ما هي. يعني انا كنت بقول له دبل كوتيشن وكنت بطبع له نصوص، صح؟ طيب ايه رايكم لو انا عاوز اطبع له رقم؟ ممكن اقول له دلوقتي روح اعمل لي برنتلين للخمسه. لو انا عملت رن دلوقتي يا شباب هيروح يطبع لي خمسه، مع اني مش حاططها جوه دبل كوتيشن. ليه؟ لانها دلوقتي مطبوعه على انها رقم مش نص. طب لو انا حطيتها بين دبل كوتيشن عادي جدا هيطبع لك خمسه لكن كنص. طيب افهم من كده ان انا دلوقتي لو قلت له اطبع لي خمسه زائد خمسه هيروح يطبع لك 10؟ اه بالظبط، مفيش اي مشاكل. لو انا جيت عملت رن دلوقتي يا شباب هروح يطبع لي 10. طيب لو انا حددت ده كله يا شباب بين دبل كوتيشن، هل هيروح يطبع لي 10 ولا هيطبع 5 زائد 5؟ في المره دي يا شباب هيطبع 5 زائد 5. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان اي حاجه بين دبل كوتيشن فهو ده نص، والنص لما بيطبع بيطبع زي ما هو بالظبط، يعني من الاخر بيشوف الرسمه اللي موجوده هنا وبيبدا ان هو يرسمها تحت، لذلك هيطبع لي هنا المره دي 5 زائد 5. طيب لو انا دلوقتي عاوز اطبع يا شباب جمله كده بتقول له 5 زائد 5 بيساوي 10 مثلا، دي ممكن تتكتب ازاي؟ ممكن اجي هنا اقول له 5 زائد 5 بيساوي 10 واطبعها له كده. او لو انا عاوز احسب بقى الرقمين، يعني على اعتبار ان هم مش رقمين معايا مثلا 5 و5، رقمين كبار جدا وعاوز اجيب الناتج بتاع الجمع بتاعهم مثلا، دي ممكن تتعمل ازاي يا شباب؟ اروح جاي له هنا بين الدبل كوتيشن عادي جدا، اروح اعمل له علامه دولار ساين بالشكل اللي قدامي ده. بعد الدولار ساين يا شباب ممكن اديله اي حاجه مش هتبقى موجوده كنص، لا ممكن تبقى رقم، ممكن تبقى اي حاجه تانية مش اساسيه جوه النص. زي ايه مثلا؟ ممكن دلوقتي اقول له
روح اطبع لي مثلا 5 زائد 5 بيساوي 10، بس ال 10 دي انا عاوز احسبها، هعملها ازاي يا شباب؟ بعد الدولار ساين بفتح الكيرل براكت زي كده وابدا ان انا اقول له 5 زائد 5. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، 5 زائد 5 اللي هنا دي معموله باللون الازرق، يعني من الاخر هو شايفها مش باللون الاخضر، مش شايفها من ضمن التكست. ما احنا خلاص احنا فهمنا ان اللي باللون الاخضر ده التكست لانه بين الدبل كوتيشن. اما الدولار ساين حتى نفسها مش هتطبع، ليه؟ ده انا بفهمه وبقول له خلي بالك الكيرلي براكت اللي جايه دي انا عاوزك تجيب لي القيمه الحقيقيه اللي هتكون موجوده بين الكيرلي براكت. ده عملت الدولار ساين. طب ليه الكيرلي براكت؟ لان انا حاطط اكتر من حاجه، مش حاطط له رقم واحد، لا ده انا حاطط له عمليه حسابيه. يبقى انا دلوقتي لما اقول له اعمل رن هيبدا ان هو يخزنه لي او يطبعه لي، يقول لك ايه 5 زائد 5 بيساوي 10. طيب لو كان مثلا الرقم ده متخزن قبل كده، تعالوا كده مع بعض يا شباب اقول له انت عندك هنا فاريبل اسمه ريزلت متخزن فيه 5 زائد 5. ممكن اجي هنا يا شباب واقول له ما بين الكيرلي براكت دي يا شباب اقول له روح اطبع لي الريزلت. لو انا جيت عملت رن هيعمل رن ومفيش اي مشاكل ويديني نفس الناتج بالظبط، طلعوا نفس الناتج اهو. وانا هنا المره دي في غنى عن ان انا اعمل الكيرلي براكت، ممكن اقول له دلوقتي دولار ساين واقول له ريزلت على طول وهيديني نفس الناتج. طيب يبقى انت دلوقتي استخدم الدولار ساين يا شباب جمل الطباعه او جوه السترنج لو انا عاوز اجيب قيمه خارجيه مش موجوده، مش هتتكتب بايدي جوه السترنج يعني او جوه النص اللي انا بكتبه ده، زي اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، سواء كان هيبقى جاهز مره واحده. لو كان جاهز مره واحده محتاج ان انا اعمله كايه؟ بين الكيرل براكت. اما لو هو محسوب بره زي كده فانا ممكن اقول له دولار ساين الفاريبل على طول اللي هو الريزلت. تمام كده يا شباب؟ طيب لو انا كنت قلت له كده 5 زائد 5 ايه اللي حصل؟ ولا كانه شايف اي حاجه خالص، الشكل اللي قدامه ده كده مش نافع. دولار ساين 5 زائد 5 لا هو هيطبع لك الدولار ساين، لكن امتى الدولار ساين يفهم ان اللي جاي ده جزء خارجي بره السترنج وعاوزك تضيفه لي على السترنج؟ لو كان ايه يا شباب؟ لو كان بعده كيرل براكت بالشكل قدامي ده يبقى العمليه الحسابيه جوه الكيرلي براكت، او كان اللي بعده على طول اصلا فاريبل زي اللي موجود فوق بالشكل قدامي ده. طيب اخر حاجه هنشوفها مع بعض يا شباب في جمل الطباعه بغض النظر يعني ايه فاريبل، دي هنشوفها في الفيديو الجاي ان شاء الله. لو انا عاوز اضيف الاثنين دول على بعض، عاوز اقول له مثلا روح ضم لي القيمه بتاعت الريزلت على الجمله اللي اسمها 5 زائد 5 بيساوي بشكل ثاني غير الشكل ده، هعمل ايه يا شباب؟ هشيل الكلام ده من هنا خالص وهطلع بره الدبل كوتيشن واقول له علامة زائد ريزلت. لو جيت عملت رن دلوقتي يا شباب المفروض ان هو هيديني نفس الناتج اللي هو 5 زائد 5 بيساوي 10، لكن المرة دي احنا استخدمنا علامة بلس دي ما بين جملة وما بين رقم. افهم من كده ان علامة الجمع دي علامة البلس دي مش معناها هنا جمع، مش معناها انا بجمع حاجتين، لان انا مستحيل طبعا منطقيا ان انا اجمع جملة على رقم، لكن هنا دي بيكون اسمها كونكاتينيشن او اعمل لي ضم لي الجمله دي على الرقم ده، لكن يعني مش مستخدم بشكل كبير هنا عندنا في الكوتلين، الشكل المستخدم اكتر هو علامه الدولار ساين. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، السلام عليكم.